روح لأحد النجوم المهمين في تاريخ الاتحاد السكندري واسكندرية، ونختار الكابتن السيد الثعلبي، أحد نجوم العصر الذهبي لنادي الاتحاد السكندري. بص، المؤامرة اللي بتتعمل على الإلغاء باظت. تقعد تعمل مناحة، تعمل بلاوي، تقعد بقى تجيب الناس كلها تقول لك لا، الأهلي هيلعب وحده، الأهلي هيجيب كده، على الأهلي أن يستعد ب 18 فريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النجم الكبير الكابتن السيد الثعلبي، نجم الاتحاد السكندري في العصر الذهبي، ونجم مصر الكبير، وفرحة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة النشاط وكرة القدم، وكمان مهم جدا ان ناخد رأي نجم زيك في قرار الحكومة والوزير الدولة مع عودة النشاط وعودة الدوري. اتفضل. استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك ودايما منور الدنيا، وكل سنه وحضرتك طيب. هو تقريبا ما سمعتش كل الكلام، ان حضرتك في النهايه بتسالني في رايي في عوده النشاط. يعني فضل انا الله. قبل عوده النشاط طبعا كل امنياتي لعوده كل حاجه لطبيعتها في مصر، وكل امنياتي هي كلها لمصر. وبما ان النشاط الرياضي ده جزء او شريحه من لمصر والمصريين، انا بتمنى عوده النشاط، واتمنى عوده النشاط في اقرب فرصه، وانا مع قرارات الدوله في عوده النشاط، انما مع وجود كل ما هو احترازي. صح. سواء في الملاعب، سواء الكشف الدائم، سواء استمراريه هذا الكشف، كل ده لو اتعمل احنا دخلنا حتى تحت حته النظام، ودايما بنقول الوقايه خير من العلاج. يعني اتفق معاك. يمكن احنا بعيدا عن الامور الفنيه، تناقلت وكالات الانباء وبصفتك اعلامي بالاضافه الى انك نجم كوره كبير وحملت بطولات مع نادي الاتحاد السكندري، ولك اسم مهم جدا في كره القدم صديق الكابتن سيد الثعلبي. يعني وكالات الانباء، وهنا بسالك بحسك الاعلامي، بعد المؤتمر الصحفي والبرزنتيشن الرائع اللي قدمه الوزير، مانشيتات العالم وكل النشرات الإخبارية في العالم، عودة النشاط الكروي والرياضي في مصر رسالة مهمة، لأنها دولة فتية تحارب الإرهاب وتحافظ على حدودها وتحارب الوباء في وقت واحد. كلام رائع وكلام حضرتك جميل، وأنا راجل بحب بلدي، وما زلت بنعم بخير بلدي زي حضرتك بالظبط. يعني احنا ناس وطنيين. انا شايف ان المؤتمر اللي عمله معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي بصراحه حقيقه يعني حاجه تشرف، وحاجه رائعه، وحاجه جميله، وكلامه مبسط وخفيف، وكله يشير الى الوطنيه. وكالات الانباء العالميه لما تداولت هذا الامر وهذا المؤتمر وهذا الخبر، هو اشاره الى ان مصر في ظل امنه، وهي امنه بالفعل، واعتقد المرحله المقبله هتحمل كل خير، بتكلم بشكل عام لمصر طبعا، وفي الرياضه ان شاء الله، وكلنا تحت امر بلدنا في اي شيء، خاصه ما يخص النشاط الرياضي. احنا كاعلاميين مستعدين، احنا جاهزين، احنا بنمهد لهذا الامر. انما النهارده عنواننا المؤتمر اللي عمله الدكتور اشرف صبحي. برافو عليك، اتفق معاك والله يا كابتن سيد، لان فعلا يعني بص، فعلا النهارده كابتن سيد ثبت بالقطع انك انت الكوره في حته تانيه خالص. يعني امبارح الدوله خدت قرار بعوده السياح، او كان في برزنتيشن تفتخر بيه مصر، وزير التعليم العالي امام السيد الرئيس. يا استاذ يا استاذ عبد الناصر، اتفضل. حضرتك بتتكلم عن مصر، مصر يعني التاريخ ينحني لها. الله ينور مصر عليك. لما نتكلم عليها لازم نقوف وننحني لها. مصر أم الدنيا، مصر أم العالم، مصر بلد فيها خير كتير جدا، مصر فيها قيادات سياسية على أعلى مستوى. شوف واجهوا الوباء ازاي، شوف راعوا المحتاجين ازاي، راعوا الفقراء ازاي. بصراحة احنا نسعد بمصريتنا ونسعد ببلدنا، والنهاردة فعلا خير رسالة للعالم على المستوى الرياضي ما قدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. يعني خليني اقول لك الخبر العاجل ده، لان كلامك على الدكتور اشرف صبحي وعلى الدوله حاجه تفرح. خبر عاجل. فضل. الوزير اشرف صبحي يؤكد، من يعترض على عوده الدوري عليه ان يلجا الى اللوائح والقوانين لا للاعلام والكلام الكثير. برافو يا معالي الوزير، الله ينور. تفضل يا استاذ سيد.
انا معاك وبحييه، ومفيش حد يقف ضد اراده الدوله. احنا في حاجه اسمها رئيس وفي مرؤوس، احنا من ضمن المرؤوسين، ورغم ذلك الديمقراطيه موجوده بيننا وبين رئيس الدوله. ما الناس بتنقد براحتها، لما يطلع رئيس الوزراء يتكلم على مصر لابد ان نقدر كلامه، لما يطلع ممثل الدوله ممثل فيه الدكتور اشرف صبحي لابد ان نحترمه ونقدره ونرفع له القبعه، وكل ما قاله هو ليس عاجلا انما كانت حاجات مؤجله، وكانوا بيتعاملوا مع الامر بشويه من الصبر، بيتعاملوا مع الامر واحده واحده وبتاني، وفي التوقيت المناسب الناس اتكلمت والناس طلعت وقالت، والا وكالات الانباء العالميه ما كانتش اخذت من هذا الكلام مثل يضرب به المثل ويعلن على مستوى العالم. يعني تحياتي بزودها مع حضرتك لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، اللي مش عاجبه القرار يبقى خارج المنظومه، القرار هينفذ والقرار هيمشي والقرار هيتفعل، واحنا كلنا مع اولادنا، اللي بيحب البلد يدعو للامن والامان، اللي بيحب البلد يدعو للاستقرار، اللي بيحب البلد ما يدعوش للتفرقه، ما يدعوش للفتنه، كلنا ندعو للامن والامان في بلدنا. الوزير يقول يلا كلنا نقول يلا وما نعترضش ونمشي وراه طالما احنا كمان عندنا قناعه. ليه؟ اتفق معاك. يعني النهارده الناس رغم ان كلام الوزير كان واضح في المؤتمر الصحفي في هذا البرزنتيشن العالمي اللي بيقول انا النهارده كنت فخور ان عندنا وزاره شباب ورياضه، الراجل النهارده قال بعيدا عن الابيض والاسود والرمادي، الحكومه مع عوده الدوري طلعوا بالليل حرفوا كلامه وتقولوا على امر الجنايني والفوا موضوع التصويت حاليا مع الاستاذ هاني حتحوت ثم مع الزميل ابراهيم فايق. الوزير حسم الامور، القياده السياسيه مع عوده الحياه والنشاط والكوره، ومن يعترض عليه ان يلجا الى القوانين واللوائح لا الى الاعلام والكلام. عيب نقلل من قيمه بلدنا، ما ينفعش وبعدك ما ينفعش. صعب طبعا هذا الكلام، ولوائح اللي احنا نلجا اليها، احنا في دولة ودولة محترمة. صح. لما يطلع وزيرنا بهذا الشكل، وزيرنا بهذا الشكل الرائع، لابد ان نرفع له القبعة ونحترم ما قاله، واحنا نزود عليه ما هو مفيد. يعني احنا ما نقللش من شأن الكلام ولا من شأن معالي الوزير، لان ده هذا التقليل تقليل من شأن الدولة. صح. وهذا بيمثل دولة، هذه الشخصية المحترمة الممثلة بالدكتور أشرف صبحي مثال يحتذى به، واللي قاله يحترم، والدنيا كلها بتحترمنا. الخارج عن هذه المنظومة ليس منا، ده من الآخر. يعني أشكرك شكرا جزيلا كابتننا الكبير الكابتن سيد الثعلبي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا يا كابتن سيد على هذه المداخلة المهمة جدا جدا جدا، شكرا. شكرا وتحياتي لحضرتك ومزيد من التوفيق استاذ عبد الله. شكرا شكرا، مع السلامه وتحياتنا للاسره جميعا. وزير الشباب والرياضه يعلن رسميا اهو اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في حاله اعتراض الانديه على استئناف الدوري على اللجنه الخماسيه ان تقوم بدورها بتطبيق القانون واللوائح وان يلعب الدوري ايا كانت الاعتراضات. تصريح وزير الشباب والرياضه، واي حد موجود في اللايف يقول لي احيا اشرف صبحي وسقف له بقى. اهو تصريح واضح. شفت يا معالي الوزير لما بيكون عندك حاجه بيضه كده زي الفل الناس بتفرح ازاي واحنا معاك اهو. يا سلام على القرارات اللي بتريح المصريين، يا ريت كل الملفات زي كده، يا ريت تريحنا من كل الوبا اللي موجود، ليس كورونا فقط التي نعاني منها، يا ريت كل القرارات تبقى كده، يا ريت نقضي على السوس اللي بينقور فينا، يا ريت نقضي على اللسان الطويل اللي في الرياضه، نحن قادرون. تصريح زي الفل. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حالة اعتراض الأندية على استئناف الدوري على اللجنة الخماسية أن تقوم بدورها بتطبيق اللوائح والقوانين. كلام واضح زي الفل، كلام زي البفتة البيضة، يعني كلام أعتقد أنه إيه اللي عاملين منحات وتساوي بقناة الإخوان وتساوي بمحمد ناصر وتساوي بمعتز مطر، وقاعدين يستضيفوا ناس بتحارب قرار الدولة وبتحارب توجهات القيادة السياسية. بقول لهم اختشوا عيب، اختشوا عيب، الناس بتنقل عنكم في العالم كله، كان نفسي كل القنوات تطلع زينا تحتفل وتقول يحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نفسي كلكم تحتفلوا مهما كانت مشاكلنا تبقى في الغرف المغلقة. ليه بتقللوا من قيمتنا؟ ليه بتقللوا من دولتنا؟ ليه بتقللوا من قيمة هذه القرارات المهمة؟
حتى اسبانيا لما قالت عودة الكورة قعدوا يحتفلوا يومين، ايطاليا قاعدين يفتخروا انهم البلد الاول في الوباء وبيلعبوا كورة، المانيا قالت احنا علمنا العالم وشجعنا العالم، انجلترا رسم محمد صلاح طالع من تابوت بيقطعه وكأن التابوت بينفجر وهو كأنه موميا فرعونية، قطعت الكفن وخرج من قلب التابوت مومياء من أجل العودة إلى الحياة. ليه؟ ليه يعني هذه الصورة المعبرة اللي نزلوها للدوري الإنجليزي كانت للنجم محمد صلاح، كانت للعظيم محمد صلاح. أنا عاجبها لكم أهي، بص مطلعين محمد صلاح من تابوت، مطلعينه من تابوت وكأنه موميا، موميا وهو بيقطع الكفن بتاعه كمومياء من أجل أن يتنفس الحياة، وكتبوا كده هكذا يعود الدوري الإنجليزي بمحمد صلاح. أنتوا عايزين يبص، والله أنا أحاول أجيب لكم الصورة، أحاول أجيب لكم الصورة عشان ما حدش يقول لك عبد الناصر بيقول كلام من دماغه. شايف 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 التعبير، شايف التعبير الرائع، شايف الرقي اللي صاحب الفكرة ده فنان وعظيم. بص محمد صلاح شايف طالع من المعبد وقايم من الصندوق بتاعه وكأنه موميا عادت للحياة بعد 7000 سنة، اعتبروا ال5 شهور توقف زيهم زي ال7000 سنة، وقايم النجم العالمي محمد صلاح علشان خاطر يكسر ويقطع كل حاجة، وعلشان خاطر يقول ايه، وعلشان خاطر يقول لهم راجعين للحياة، افتخروا ببلدكم، عيب عيب تتساووا بقنوات الإخوان والقنوات التي تحارب البلد، عيب.